المرأة هي الراكن الأساسي في بناء المجتمع، وهي الركيزة الأساسية في مجتمع ديمقراطي حر. أهلاً وسهلاً بكم جميعاً، وأسعد الله أوقاتكم. نحن نقيم اجتماع على الموسع لأول مرة لمجلس المرأة في إقليم فرات لحزب سوريا المستقبل، تحت الشعار بإرادة المرأة الحرة المنظمة نبني سوريا المستقبل. فاليوم نعبر عن مدى تطور المرأة وهي تخوض هذا النضال، والوصول إلى شخصية المرأة الحرة القادرة على التفاعل مع الواقع وصنع المستقبل، وذلك عبر مخاضات استمرت لآلاف السنين من زمن المرأة الآلهة رمز العطاء وينبوع الحياة إلى عهدنا عهد آلهات التضحية والفداء، آرين وبارين وأفستا ونادي الخشان والقائدة هبرين. وانطلاقا من أن قضية المرأة هي قضية جوهرية، وبما نحن كحزب سوريا المستقبل نعمل على دعم المرأة وهي الركيزة الأساسية في حزب سوريا المستقبل ولها الدور الأساسي منذ انطلاقة فكرة حزب سوريا المستقبل وصولا إلى تشكيل مجلس المرأة. من خلال الاجتماع اليوم تم تشكيل أعضاء المجلس العام خاصة بالمرأة، وخاصة تم نقاش حول الوضع التنظيمي بالنساء وكيف تخلصهم من العادات وتقاليد بهذه المنطقة، وما هي تأثير دور المرأة، خاصة كيف تكون المرأة المنظمة بالروح المقاومة وخاصة بالروح النساء، كيف تعمل على تنظيمها ودورها الفعال بين المجتمع ودورها الفعال من ناحية الحياة وتخلصها من العادات والتقاليد وحصولها على حقوقها بشكل خاص. أيضا من المهام الأساسية التي تتوجب علينا هي الحفاظ على ثورتنا، ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا، عبر توحيد جهودنا وتكثيف العمل الدبلوماسي من أجل الاعتراف بالإدارة الذاتية سياسيا، ومنها ننطلق إلى الحل السياسي في سوريا عبر الحوار السوري السوري. ولذلك علينا تكثيف النضال النسوي السياسي ورسم استراتيجية متكاملة تعمل على عدة محاور وعلى كافة الصعد للوصول بسوريا إلى بر الأمان والاستقرار. يروقافة كبير ديروكي هاتابيتن كار خباتي جن أم ببي جن دندري حزب دا برهات نقاش كرن قال لك يا ما يهابو جبركو أم خاطر تمام ببنن هنجي جبر أم ببيجن هين تكوشينا جن هين زيادة ترجن أم ببيجن ده هندري ده حزب ده هين أو فرميات خاد ورشكون دم ده قال لك نقاش واطن كرين نقاش يهاني هاري زنجين بون أم ببيجن هينجي كار وكيكو كار ده سر بشتي جن ده هندري سوريا بشارو جدا هين قال لك أم ببيجن كاري زنجين تر كاري هين بيش داتر جمعت خاصن أم هين بيش بخينن وزاتا ترسية دشمن جيهاني هاري أساسي كوز جناهانا برخدير جناهاني كو تاكوشين دكي جناهاني كل برخواد ده الهدف دكري هين جي كارو خبات شوية روالي تي جمعت خاصن كام هين زيداتر باشي خوان بابي جن ناد باكوري روشولاتي سوري دا تاني ده حمو أم بابي جن باجاري سوري دا أو فكرة واري تشيكرن. عملنا على مواصلة العمل التنظيمي عبر التدريب والتنسيق اليومي ومتابعة أعمال جميع العضوات في المجالس بالرغم من وجود العوائق والتحديات التي واجهتها، وجود العادات والتقاليد المطبقة على واقع المرأة والتي تحد من دورها في ممارسة عملها في المجال السياسي وكافة مجالات الحياة. فعلا هون المرأة عم بتطبق مبادئ الحزب، عم بتطبق مبادئ مجلس المرأة ضمن الحزب، واللي بهمها على الطرفين عم تشتغل على بالنسبة للمرأة، عم تشتغل لها للمرأة بشكل خاص، وعم تشتغل للعام اللي هي شمال شرق سوريا وسوريا بشكل عام، مستقبل سوريا بشكل عام. نساء إقليم الفرات في منطقة سرين بحضور كافة الرفيقات سواء من المخيم وسرين وبدينة كوباني. رغم العامين الذي مر الصعوبات التي كانت تواجه المرأة من قتل وتهجير وتذكيل النساء بكافة هذه المناطق، رغم كل هذه الصعوبات التي تواجه المرأة ما زالت تكافح وتناضل من أجل ترسيخ ومبادئ أهداف مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل. المرأة
في سرين. يضاف إليها رفيقاتنا ممثلات عن الإدارة، عن الحزب ضمن الإدارة الذاتية. هل هي هيكلتنا راح تكون بهذا الشكل على أمل أن نصل إلى سوريا عامةً؟